النظام ما بيلتزم لا بالأخلاق ولا بالدين وحتى بالقوانين الدولية ما بيلتزم. هاي اتفاقية كذب على ورق يعني، وحبر على ورق، ومماطلة لتهبيط البلد وتدمير البلد يعني من الآخر. كل الناس بتعرفه. حتى اثنين يعني صار له هلأ شهرين ونص، ضرب على عين ترما، وهو يعني ما عم يحارب كحرب تدمير شامل، حرق أرض يعني. الفيلق عم يحاول يعني بإذن الله اللي الله عز وجل بعينه عليه، عم يحاول يصد الهجوم ويقلل القتل من الناس، يعني ما يخلي هذا الضرب يجي صوب المدنية هالكذا هالهي. والحمد لله يعني الشباب المجاهدين صامدين وواقفين، والله مقويين الحمد لله، وخسارة لله الحمد ما في. والنظام عم يروح له كثير يعني، بس الميليشيات طائفية غريبة عم يجيبها، ما تعبان بحقها، عم يشتريها مشتراها، مرتزقة منين عم يجيبها ما بنعرف. يعني ما بيلتزم النظام، لو قال هدنة، لو قال كذا، لو لا بيتفق بالقوانين الدولية ولا بالإنسانية، ما بيتفق مع حدا يا أخي. هو بنهاية المطاف هذا اللي جاي قاتل مشان المصاري أو احتلال أرض، يعني الله حاطط الخوف بقلبه. الفيلق بيستدرجهم هيك ليجيبهم على الخندق، تفجير واحد بينقبروا كل محله. هلا طبعا تجهيز الكمائن عبارة عنه عم نحفر أنفاق لنقط معينة لعند النظام، بس يحاول يقتحم علينا طبعا نحن عم نصده وعم نفجر فيه. اذا ما اجا بنعمل له نحن معركه وهميه، نستدرجه على الكمائن تبعنا وهو عم نفجر معه، عم نصير نتعامل معه. بهي الحاله عم نخفف اقتتال عناصر الفيلق وضرب على المدنيين، جوبر وعين ترما، وبهي الحمد لله عم نصده.